ومعنا على الهواء مباشرة من حمص جلال أبو سليمان من شبكة شام. جلال، مساء الخير. يعني ما الذي يجري الآن في القصير؟ هناك أنباء متضاربة بأنه القوات الأسد تسيطر على ثلثي القصير، وبأنه أنباء أخرى تقول بأنه هناك تعزيزات وصلت إلى الجيش الحر أو من الجيش الحر إلى القصير. ما هي الأنباء الصحيحة لديك؟ نعم سيدتي، والسلام عليكم. أنا جلال سليمان، مراسل شبكة سوريا مباشرة إخباري. سوريا نعم مباشرة، سيدتي، عفوا. طبعا نعم، ما يجري نعم طبعا سيدتي ما يجري الآن في القصير هو حرب إبادة حقيقية تقوم بها عصابات حزب الله اللبناني. قوات النظام ليس لها وجود تماما في منطقة القصير. حزب الله اللبناني ما يزال يزج بالتعزيزات العسكرية إلى مدينة القصير، ويوصل المزيد من الجنود إلى مدينة القصير. قصف عنيف يطال الآن قرية الضبعة، طبعا او مطار الضبعه العسكري المحرر من قبل او الواقع تحت قبضه الثوار. في هذه اللحظات قصف عنيف برجمات الصواريخ، وذلك الامر تتعرض قريه الحميديه الواقعه غربي القصير لقصف عنيف من قبل العصابات من بالله اللبناني. وكان هنالك محاولات اقتحام هذه القريه، ودارت اشتباكات عنيفه جدا اليوم طبعا بين قوات الحزب وعناصر الجيش الحر، لكن لم تستطع عناصر الحزب الدخول الى تلك المنطقه. مدينه القصير مسيطر عليها بشكل كامل من قبل الجيش السوري الحر، الا طبعا المثلث الامني الذي يمثل تقريبا 20% من مدينه القصير وهو يقع في الناحيه الشرقيه، يسيطر عليه من قرابه سنه ونصف من قبل الجيش النظامي. طبعا قام الجيش النظامي بتسليم هذا المثلث لعناصر حزب الله اللبناني. طبعا إذن اليوم يعني اعطاك تبشير 80% من القصير يسيطر عليها الجيش الحر. نعم سيدتي، 80% من مدينه القصير يسيطر عليها الجيش الحر. اساسا عناصر حزب الله اللبناني لم تتقدم ولو شبر واحد تماما في منطقه القصير، على العكس تماما عناصر الجيش السوري الحر استطاعوا ان يحرزوا تقدم نوعي على جبهه الجوسيه الواقع جنوب المدينه، تقدم مقطوع خلال المعارك البارحه واليوم، واستطاعوا قتل عدد من جنود حزب الله اللبناني على تلك الجبهه. كذلك الامر الكتائب التي تسيطر على مطار الضبعه العسكري قامت اليوم باستهداف 4 سيارات تشبيها على طريق شنشار القصير بالقرب من مفرق الضبعه، وتم بعون الله تعالى مقتل ما يقل عن 8 من جنود الحزب بينهم قيادي. كذلك الامر مقتل ضابط برتبه عاليه في جنود او قوات النظام وجرح حوالي 15 شبيه في تلك المنطقه. كذلك الامر حزب الله اللبناني قام بقطع الطريق على الصليب الاحمر الذي كان يحمل جرحى سوريين او جرحى من مدينه القصير، وقام باختطاف الجرحى وقيادهم الى جهه مجهوله تماما. طبعا نحن نحمل الحزب المسؤوليه الكامله عن سلامه هؤلاء الجرحى. الحزب كما قلت يخوض معركة إبادة حقيقية تماما في مدينة القصير، قصف براجمات الصواريخ، قصف بالهاون بصواريخ الأرض أرض، ويزج المزيد من التعزيزات إلى مدينة القصير. بكات من 8 أيام، والأوضاع الإنسانية في مدينة القصير كارثية تماما. طبعا نعم، لا مياه للشرب، لا كهرباء، لا دواء، لا طعام، أوضاع كارثية جدا. كميات متوفرة من الأغذية طبعا تكاد تنفذ، والأوضاع كارثية. هنالك 30,000 نسمة محاصرين تماما بالمدينة. هذا بالنسبة للقصير. طب جلال، ماذا عن المناطق الأخرى من حمص؟ يعني مثلا هناك الحولة، يقول ناشطون بأنه تم حرق المحاصيل الزراعية في الحولة من قبل شبيحة الأسد. يعني كيف هو وضع المناطق الأخرى غير القصير؟ سيدتي، اولا طبعا استطاع الجيش الحر اليوم تحرير قريه الدوير الواقعه في الريف الشمالي بعد معارك طاحنه قضى ابطالنا خلال هذا اليوم، وتم خلال عمليه كبير من جنود النظام واسف عدد منهم واغتنام اسلحه متنوعه والسيطره على القريه بشكل كامل. طبعا ادى كذلك الامر هذه الاشتباكات الى استشهاد 7 من مجاهدي الجيش الحر. طبعا سيدتي، مدينه الحوله تتعرض كل يوم لقصف عنيف، وهنالك محاصيل كبيره من القمح، هنالك اكثر من 300 دمل من الاراضي الزراعيه قامت قوات النظام باحراقها. وطبعا كما شاهدنا بالفيديوهات تقوم قوات النظام باستخدام او باستعمال سياسه الارض المحروقه في مدينه الحوله، تحرق اي شيء في المدينه. كما قلت قصف عنيف يستهدف نعم، معظم مناطق الحوله المدينه، يستهدف منازل المدنيين، كذلك لم يستهدف الاراضي الزراعيه. طيب خالد، يعني أو جلال عفوا، سؤالي الأخير لك. يعني هناك جامعة خالد بن الوليد في حمص، يقال بأنه هناك اشتباكات داخل الجامعة وهناك حصار للطلاب. هل هذه المعلومات صحيحة؟ هل لك أن تفيدنا بأي معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟ سيدتي، طبعا جامعة خالد بن الوليد مسيطر عليها تماما من قبل الشبيحة، يمارسون ضغوط رهيبة على الطلاب، يعتقلون عشوائيا. طبعا نحن وجهنا الكثير من النداءات لجميع الطلاب بأن لا يدخلوا إلى الجامعة نهائيا، التعليم واقف تماما حتى نسقط هذا الطاغية.
الجامعة هي عرضة، وخصوصا للفتيات عرضة للاختطاف وعرضة للمضايقات. نرجو من جميع الطلاب عدم الذهاب إلى تلك الجامعة، لأن الوضع بها مأساة مسيطر عليها تماما من قبل الشبيحة وقوات النظام. طبعا عمليات اختطاف جارية كل يوم، هنالك عمليات اختطاف ومضايقات واعتقال بشكل عشوائي. لذلك نحن نهيب بجميع الأخوة الطلاب بالالتزام في المنازل حرصا على سلامتهم، إما من قوات النظام أو من عناصر الجيش الحر عن طريق نعم، الخطأ التي تستهدف الشبيحة. شكرا جزيلا لك جلال أبو سليمان، مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا مباشرة من حمص.